لغويات فكرية فيزيائية للدكتور همام غصيب. أعزائي المستمعين والمستمعات، أسعد الله أوقاتكم. نداءات. نداءات إلى الأمة، قياسا على نداءات فشتة أو فختة إلى الأمة الألمانية؟ لا، لا يمكن، لأن الأمة أصبحت أمما، لأن اللغة لم تعد مشتركة، لأن ما كان أصيلا في سياقه وبيئته قبل قرنين من الزمان لم يعد صالحا الآن. لم يعد الكلام مجديا، حتى جوامع الكلم لم تعد النداءات مسموعة. ما كان عظمة وعنفوانا قبل قرنين أمسى اليوم ملهاة مأساة. نداءات الأخوة، أي أخوة ونحن نمثل وكأننا على خشبة مسرح شعبي، والغدر ينخر في كيان كالسوس عدا الشقاق والنفاق. نداءات الإنسانية، أي إنسانية وقد أضحت هذه سلعة تباع وتشترى، أمست أكذوبة في لعبة الأمم ومضغة في أفواه شرهة لا تعرف ضميرا ولا وجدانا. نداءات الواجب، أي واجب إخال هذا أصبح من أخلاقيات العبيد بين قوسين. المتجبرون يستهزئون ولا تحركهم إلا مصلحتهم، هذه وحدها تمثل أخلاقيات الأسياد بين قوسين. أيضا أتقولون نداءات إلى من وممن؟ لا تهدروا أصواتكم وأوقاتكم، فلا حياة لمن تنادي. تبقى النداءات التي تخاطب النفس والتي تتغلغل إلى ما تحت السطح، هذه حبلى بالمعاني والمغازي، هي النداءات الجوانية، هي الرسالة والحافز والمحرك الذي لا يخيب. لكن كيف تصبح هذه عدوى تنتقل من نفس إلى أخرى حتى تعم وتتجسد نهضة أمة؟ كيف؟ في المنفى. المنفى مفهوم جغرافي مكاني أو تاريخي زماني أو وجداني جواني. العلم المعاصر قلص المنفى الجغرافي، بل ربما سحق، إلا أنه وسع رقعة المنافى الماكرة التي تكبح النفس وتقزمها. سوء الفهم والاغتراب والغربة والهجرة وأخواتها، كلها مناف ثقيلة. ما أضيق العيش حين يصبح الوطن نفسه منفى، حين تصبح جنة الخلد نفسها منفى. والأشد مضاضة أن تصبح لغتنا منفى إذا نأينا عنها ولم نفها حقها من التكريم والتبجيل، فهي عدو لدود لمفهوم المنفى وترياق لسم النفي. مع ازدياد المدنية تزداد المنافي تغولا. المنفى عموما يقتل الروح، لكنه أحيانا يحييها. في ربيع العمر يقطر المنفى من دواخل المنفي أعذب الأنغام وأجمل الأشعار.
أما في أردل العمر فهو ييبس الروح ويكتم النفس. المنفى هو الفضاء الذي لا تستطيع فيه أن تئن أو تشكو أو تصرخ. آهن حين يكون المنفى أقرب الناس إليك. وإلى اللقاء في رسالة أخرى بإذنه تعالى.